بكل الود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولاتنا في ظرف صعيب، في ظرف صعيب نفسانيا، لأنه احنا خرجنا على القيم متاعنا، القيم الدينية. أنا البارح نقرأ في سورة الأنفال وحبيت نستشهد بما قاله المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت فيهم تعود على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شوف شوف العبر، شوف محلاها العبر، شوف محلاها كيف نرجع. أنا كيف نحكي حكاية كمن هذه، لأني أنا قريت في الكتاب، والله يرحم مدب حسين، والله يرحم مدب علي، اللي علمونا على اللوحة وعلى السمغ، وعلمونا كيفاش نكتب، وعلمونا القرآن الكريم اللي قعد في قلوبنا أكثر من اللي في دماغاتنا، قعد في قلوبنا، لأنه قلوبنا تكون مليانة بالإيمان. وقت اللي يكون قلبك مليان بالإيمان، مفعم بالإيمان، راهو كل شيء في الدنيا هذه إلى زوال، بما في ذلك الكورونا اللي دخلت بلبلة في عقول العباد، ودخلت خاصة بلبلة في نفوس مرضى النفوس. خليني نقول، خاطر كي تدخل أنت وتشوف شرائط، وكأنه معناها أنا كي نشري راني باش نتربل بالكورونا، ما تنجمش تتربل بها، لا قدر الله. وربي يعفي، وربي يحمي تونس، وربي يحمي شعب تونس، وربي يحمي أطفالنا وآبائنا وأجدادنا والناس اللي عايشين على الأرض هذه، الأرض المعطاة. احنا جينا اليوم الفندق الغلة، مانيش باش نرجع للتاريخ، لأنه اليوم ماهوش نهار تاريخ. اليوم نهار أنه باش نحكيو على الوضع في البلاد، على الوضع وعلى حاضر ومستقبل الأيام هذاك. علاش أنا نستقبل معايا، وقبل ما نسميه خليني نسمي الفريق اللي يخدم معايا، اللي هو اليوم حسين بن علي قاعد يأمن في الصور هذية، وسيف الدين المشيشي اللي هو الريجيسور متاع هالفريق هذايا، بالطبيعة باش يرافقني اليوم سامي البجاوي المدير الجهوي للتجارة في تونس، الحاج نور الدين متخبي على الكاميرا، شعلينا فيه سي حبيب كالعادة، أما أكيد باش نخطفوه في 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 فيو هكا ولا في بوست. عادي يا سأعبلاء سحبيه من حيوة، لأنه هو يمثل الأمن لهنا، دونك يمثل الأمن اللي قاعد كل ينجيو للمارشي سنترال. نفس الشيء، تحية كبيرة لبلدية تونس، وقولوا لي وأنه إن شاء الله نهار الاثنين باش يقع تعقيم هالمارشي هذايا. أنا كان هذايا السؤال نتاعي، وقتاش باش يقع تعقيم هالفضاءات هذايا؟ سي سامي مرحبا بك. يا عايشك، مرحبا بكم انتم زاد، ومرحبا بمشاهدينا النسمة، مرحبا بكم في السوق المركزي اللي هي نموذج. اليوم نحبوا نرجعوا احنا السوق المركزي نموذج على المستوى الوطني، واليوم هاكي ما تراو متواجدين ان شاء الله في مرافق. حلو الفراز يا مدام، حلو اللي حلو ايش بنين على سامي نواصلوا مازالش راهو احنا باش نعملوا مراسة. احنا راهو خذ بلايك وخذنا نحن وانت ماشي كيك. سلام، اهلا بك. اكل البرتقال نتاع العصير هذاك غالي برشا برشا، فهمتش علاش؟ على خاطر موجوده الكونتيتي، موجوده في السوق، موجوده، فهمتني؟ السنه صارت القوارص تراجعت برشا معناها بصراحه. مش احنا بلد القوارص تراجعت السنه، حكيت وصلت حتى 30%، اللي حد اللي كونه يوصل 100 كيلو ب 15% و 16% 16% موجود. اي صعيب، واش فيه؟ العرض هكا تطلع شويه الاسعار معناها. سامي خلينا احنا توا من الليتيراتير بالحق، انت تمثل الاداره الجهويه في تونس، نحب رساله للمواطن التونسي فيما يخص التزويد. انا توا نشوف في السوق تبارك الله. احنا جستومون اليوم حبينا كما قلت مانيش نركزوا برشا على الاسعار، الاسعار مشهره، والامل الحاجه اللي حبينا. يو ار فاين؟ يس. او ويلكم تو تونيزيا. Vous travaillez ici? Ah, vous travaillez ici. Français. Ah, vous parlez français. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs chez nous. Merci, merci. Merci, merci. Bon courage. Merci. Aïe, c'est Kenti. Nous avons commencé aujourd'hui avec Mohamed Ali. Nous voulons savoir si vous êtes dans cette période avec les préparatifs du mois de Ramadan, avec ربي إن شاء الله يحمينا الناس كل يوم مرض الكورونا. حبينا ناكدوا لي معناها وضعيه التزويد راهي مستقره في مختلف المنتوجات، المنتوجات كما تراو اليوم السوق المركزيه تبارك الله معناها خيرات الكل موجوده. بالنسبه للمواد الغذائيه الاخرى حبيت زاد رساله طمأنة، راهو احنا السلع موجوده ما فماش داعي للهفه اليوم. السلع المواد الغذائيه كل متوفره ما فماش داعي للهفه، يلزمنا اليوم. انت قلت اليوم دقيقة وفرونا شوية سميد وفارينة ما فماش جملة. سمعت مواطن صحيح. هو ولا يشرطوا على الناس ياخذوا زوز باكوات، علاش ياخذوا 10 باكوات ويستعمل باكو ولا زوز؟
بالستيكه بالستيكه ياخذوا شيء من وراء العقل. كان تشوف كارفور وزيون شيء ربي يهدي ربي يهدي مذكور الاسبرونس والكلوب يا رسول الله. اليوم يلزم احنا معاناه هي ما احنا اليوم باش نبنيو التاريخ. راهو اليوم هذه فرصه باش الشعب التونسي يبني التاريخ. اليوم كيفاش نبنيو التاريخ؟ اليوم يلزمنا نضامنوا الماكسيموم. اليوم صحيح ما فماش داعي راهو على خاطر مرض كيما لا يقدر الكورونا لا قدر الله. هذه البطاطا الحلوه لا قدر الله باش نوليو نخزنوا في المنتوجات. راهي هذه ظرفيه في مده معينه وتتعدى الامور لاباس. التونسي راه مش واحد ما يرضاها حتى حد واحد ياخو ستيك نتاع سميد ولا فارينه يخزنها وانسان غيره ما مش موجود. احنا تو باش نضربوا الحديد بصراحه. سي سامي خلينا نرجعوا باقي نقعدوا في موضوع القوارص. اليوم القارص اللي كان يتباع في الوقت هذا يكون ب 812% اخسر تو بزوز دينارات. والله كما قلت لك سي محمد راهي ديما مربوطه الفتره هذه القوارص السنه راهي فما الصابه تراجعت شويه. انتم تعرفوا وقت اللي كان القارص وقت الصابه كانت ب 500 و600 والتومسون كان ب 800 مليم. اليوم ولا ب 2000 و2400 مليم. هذاك العرض والطلب ترشيد ترشيد الاستهلاك. والله ناكدوا برشا على ترشيد الاستهلاك. ترشيد الاستهلاك هذه المعضله. انا بلاي من خلالك انت سامي انا ثم كلام قلته يا دجور في البلاتو ونحب نعاودوا توا وانا في الكبسول نتاع البوان مارشي انه نحب نحيي على سلامة خويا واحد بيبي خويا في الصدر ديما والله يرحم والديك يعيشك يعيشك خاصي خصنا في الخضره والله ان شاء الله ان شاء الله. انا نحكي وكان كيفاش النجم الرخصه غالي برشا ما عادش هذا ما طلعش يعيش ان شاء الله ربي سهل ربي سهل عايشك عايشك. هي اجا بعدين اجا بعدين الاسعار تاع المضر سي محمد علي اللي حذوها تراجعت حيهم بالله يا جماعه المراقبه الاقتصاديه راهو هذوما الدرع اللي يحمي المقدره الشرائيه. ما يسالش تسمي راهو سي محمد علي خلينا اليوم عندنا فريق قار وعندنا بركه فرصه باش نحكيو على الفريق القار. هذه فرصه باش نشكروا بلديه تونس خاصونا مكتب قار دونك احنا متواجدين بصفه طيله فتره نشاط السوق باش نتلقاو باش ندخلوا باش نتلقاو تشكيات المواطن العقلانة الاسعار. هذه ان شاء الله كما قلت لك نحبوا نرجعوا نموذج المارشي سنترال اليوم ان شاء الله ان شاء الله. سامي انا 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 ديما نحب من خلالك انت وهذا كلام راه بعيد عن اللغه الخشبيه. انا كنت تحدثت على الشباب اللي اليوم يتحملوا مسؤوليه في وزاره التجاره. نحب نحييك انت كما نحيي ماهر الغريبي كما نحيي روف الخميسي كما نحيي رياض القاسمي كما نحيي شو اسمه في زغوان نوفل خونا وزميلنا وغيره. هذوما شباب اللي قاعدين انتم قاعد معناتها هذوما شباب خليني نتكلم على مسؤوليتي راه هذوما شباب اللي قاعدين يعطيو في اضافه. حمزه بقداش القارص الساعه؟ كهو يزي عملناه ولا بقداش تبيع فيه؟ في الوقيت عجب مش 12% خاطر المفروض توا القارص يهبط. اي هذه السيزون تاعو ربي جريها على السلاح. انا هذه كلمتي ديما نقول فيها وكاو. اي سامي انا نتمنى لا باش ندخلوا خلينا نشوفوا شويه حوت وان كان راه ما ثماش هاك تشوف خذ بانو بالله على الحركيه اللي هي ناقصه مش كالعاده بالنسبه لنهار سبت راه مستانس اليوم ميتة. ربي يقدر الخير ولا ربي يقدر الخير وكهو. هو ربي ما يقدر كان لا بالطبيعه يقدر كان الخير صار نلتزموا بحاجات اللي حكاو لنا عليها فهمتني كان نلتزموا قدرة ربي ما فما حتى مشكل فما حتى مشكل ان شاء الله ان شاء الله ربي يجري. اكرم راني يعني ما زلت حاجتي بيك يا اكرم راهو توا لا توا اما من بعد باش نحكيو على الخليه وانت لهنا رئيس الغرفه الجهويه للخضر. رخصونا في الخضر يا خويا لا انت نقابه توا الناس قالت لا يا في الكورونا ما عادش لا يا في الرخص وفي الزيادة والله غالية برشا غالية برشا يا سي سامي اسمع باكورات توا عندك حق غالي كل شيء غالي كل شيء غالي توا فما باكورات راه ماهوش أو البابوش عايشك عايشك أهي تعرف طيب البابوش انت اه هو ايجا حوات خويا مرحبا بك بيك كيفاش نطيبوا البابوش هذا خويا انا مغلين ثم حوات بالله ياسر غالي الحوت لا 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 صياد مش حوات هذا الحوات كلهم عندهم الفلوس انا ما عنديش اي كيفاش نعملوا احنا البابوش يتغلى كل واحد كيفاش يحب تتغلي تعمل له الصوص نتاعو شويه رز عربي شويه ثوم
فهمني وتخليه يغلي هذاك هذاك عادي وفما الاخر البقرنو يتحل كل واحد يجبدوه بمسك براس صعب شويه تبارك الله عليك باش طباخ هكا ماهيش هكا حاج اهلا بك ريت هذا يفكرني في الزنار واحد خليته في المكتب بتاع المراقبه الاقتصاديه سلام صور الدقله نتاعنا هيك ما ثماش هو قلت لي معناتها بالنسبه للتزويد والشهر رمضان لا الحق فما استعدادات كبيره توا ما ابار قلنا عندنا شويه ضغوطات الفتره ذي على السميد والفارين على خاطر فما كيما قلنا شويه برشا مش اشكاليات شويه برشا اشكاليات شويه تخوفات زاده هذاك علاش قلنا العقل للشراءاتنا واحنا توا التزويد معناها المواطن التونسي يتهنى خذ السوبيا المواطن التونسي يتهنى اللي راه كل شيء بقدرة ربي وش يبدا متوفر ما فماش ان شاء الله ان شاء الله ايش قضيت ايش انا ايش شبيك هارب شنو قضيت ايش قل لي راهم العائله متهمة اي خذ شويه حوت هكا لا يا ولدي تاخذ عظم الحوت غالي علينا يا ولدي قداه سومه 21 و800 العظم ب 60 دينار 60 دينار العظم ها بلاش فلوس 60 اعطيني 100 جرام خذ بلاش عايشك عايشك ربي يفضلك الله يعينكم الاولاد حوات قديمه قال لك انت حوات قديمه هاي يا بابا هاي الوراثه هذه المتوسطه هذا يا بحري يلا يا سي محمد دليل الحركيه اليوم زاد احنا نتفاهموها راك تعرف توا العطله برشا زاد عبيد راهي تهز معناها تهز صغيراتها تفرد شويه دونك يمكن هذا زاد من الاسباب اللي ممكن نهزوا المعنويات صحيح لا لا هو خذها خويا خذها هكا ب 19.8 الكيلو لا ولا ب 34 هذه اي بابا يا سي حبيب الله يعينك هاي هاكا بالعظام سي حبيب اجا بحذايا بلا انا نحب نحييك سي حبيب على خاطر كل مره احنا كيف نجيو للسوق انتم تخليو المركز الامني نتاعكم وتجيو معانا يعطيك الصحه سي حبيب عندنا شكون يواكب غادي عندنا شكون يواكب عندنا انا هاني معاك مرافقه عندنا ما يعطيكم الصحه تيفازون هي كلمه حق لابد باش نقولوها كما كلمه حق نقولوها في حق البلديه لهنا في السوق المركزيه في العاصمه اللي نلقاو منهم ديما كل معاده ومساعده ليك انت زاده كل الشكر موصول يا سامي ونحبك كلمه اخيره للمواطنين في هذا الظرف الصعيب هذايا وانتم المراقبه الاقتصاديه. احنا كجهاز مراقبه اقتصاديه نحب نطمن المواطنين رانا احنا متواجدين بصفه للتصدي لجميع الممارسات اللي باش تغل قوت المواطن باش تغل الظرف الاستثنائي اللي نمروا به ودعوه كذلك للمواطن للمستهلكين باش احنا زاده كما قلنا نرجلوا شراءاتنا راهو احنا ما فماش داعي راهو موجود كل شيء موجود هاللهفه هذه نتفاهموها شويه لكن ما يلزمش تتواصل وراهو اليوم حتى حد ما يرضى كونه يبدا هو بنظام مامن معناها قوت وقوت صغار ولا المواطن التونسي خوه ما فماش احنا الايامات هذه يمكن جات فتره عديناها ونجحنا فيها ايامات الثوره تعاضوا التوانسه الكل وقسموا كل شيء دونك ما فماش ان شاء الله نبنيو كما قلت نبنيو التاريخ فرصه باش نبنيو التاريخ التوانسه الكل قلت ربي اليوم ان شاء الله ان شاء الله قدره ربي على مجاهدين ان شاء الله ان شاء الله مره اخرى التحيه من خلالك انت لكل الشباب اللي يخدموا في المراقبه الاقتصاديه وكل الاعوان والاطارات اللي يخدموا في المراقبه الاقتصاديه على سي محمد علي باش نشكر اولادنا ريت انا نسيت حسام التويتي لا عنده مكانه كبيره عندي انا لا نشكر زملائنا وخيانا كل اعوان المراقبه الاقتصاديه راهم جامدين رغم الظروف الاستثنائيه اللي تمر انا شفتهم في الكورونا شفت وان شاء الله لاباس ورغم في احتكاك مع المواطن وان شاء الله مكان الخير بقدر ربي ان شاء الله ان شاء الله احنا هكا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم تسوق وتذوق في السوق المركزيه في العاصمه ولا فندق الغله دونك نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع تسوق وتذوق في الاثناء ديما نقول ساعه قبل ما نقول ربي جريع سلاح خليني نقول راه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وان شاء الله ربي جريع على السلاح الى اللقاء